يا مساء الأنوار على كل حبايبنا. النهارده يوم مميز جدا جدا جدا. النهارده كانت زيارة حلوة وخفيفة ولطيفة. باشا تستنى بالعربي على الانتظار. اللي في التجمع الخامس. أحلى يوم. بالعربي على الانتظار يا باشا. كل اليوم من أول ما وصلت لحد والله فضلت مبسوط لحد تاني يوم. رحنا احمد بيه صلاح حبيب قلبي. رحنا دخلنا سلم اول دور اول ما تفضح حاجه. فين الثلاثه اول ما تفضح حاجه يا زوجة تشوفوا الاكل حلو ومميز وجميل وحاجه مية مية. اللحمة طازة والرز مفلفل والحياة زبادي في الخلاط. والله العظيم انا افتكرت المطاعم بتاعت حضرموت اللي في جوانجو في الصين وفي كوالالمبور. نفس الديكور ونفس الجمال ونفس الطعام. حاجة فعلا مشرفة لأي حد عنده ضيوف هيجيبهم هنا في مصر. طلبنا وجبة التوفير كانت حلوة جدا وكفت أكتر من ثلاثة أو خمسة. أنا متهيألي تقضي الخمس أفراد بكل أريحية. السعر معقول جدا. تقدر تعزم كل أصحابك وحبايبك وتبسطوا بباقي الفيديو. ما تقلبليش الكاميرا الله يخليك. هنشوف خسرت الرهان. الاكل جميل جدا ومش قادر اخلصه. بس النهارده تم اضافه حضرموت عنتر للتوب 10 هو والبرنس والربيع. واللي ما ياكلش هنا مش اكيد فعلا.